وزارة الصحة ما قصرت، الناس مو ماشية عدل. يعني وزارة الصحة الصف الطبي والناس كلها ما قصرت، كل الدولة ما قصرت، بس إذا الإنسان ما يتعظ ما يمشي عدل الإصابات بتزيد. والله يعني مو بعد رفع الحظر وما أي أحد يروح حق المستشفى يقول عن كورونا، فما أدري يعني أي واحد يروح المستشفى يقول كورونا هذا، فما أدري يعني إذا هذه الإصابات صحيحة أو مو صحيحة. أقول الأمور طيبة الحمد لله، أمور وزارة الصحة ما قصرت الصراحة، قدمت اللي تقدر عليه وزيادة يعني من ناحية المقيمين ومن ناحية المواطنين، ما قصرت وياها من البداية لحد الآن. لا والله تقييمهم طيب وما قصروا، جزاهم الله خير من الوزير إلى آخر واحد. ارتفاع هذا بعد هم المواطنين لهم هم بعد خطأ في الموضوع، أنهم يحرصون على نفسهم، يعني هم بلغوا أكثر من مرة، لكن إذا استمر هذا الوزارة الصحة ما راح تصبر، يعني راح ممكن تعيد الأمر يعني إلى الحظر مرة أخرى. يعني إذا الناس ما التزمت الوزارة الصحة شنو دمها في الموضوع؟ يعني هم الإنسان نفترض يلتزم على نفسه.